حق عمر أوجهه لك يا نايف. أنت على الستيج على البوديوم وقدامك جمهور كبير سواء من شعار من وجهاء من كبار شخصيات، شنو الأبيات اللي طرت في بالك تبي تقولها؟ كبار شخصيات؟ أي نعم، أول بيتين أو أول ثلاثة أبيات طرت في بالك تبي تقولها لهم. سلام. مالي ورا أخوة هل المعرفة حاجة؟ حياك يمي. الطيب والواجد هي المقصد المعني، أوقر الطيب على ضحكة حجاجة وفي خوته ما به ولا شيء يمنعني، وانضاق خاطر صاحبي من طرف حاجة حتى في جوج الأرض ما عاد تاسعني لني عريب جدود ونجوم وهاجة والناس تعرف نزل نساب وش يعني. صح لسانك، صح لسانك، يا عسى ربي يعطيك الصحة والعافية.